الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إبطال شبهة يوردها بعض الملاحدة. قال بعض الملاحدة: وقوع الخارق على يد من ادعى النبوة لا يكفي دليلا على صدقه، لأننا نشاهد كثيرا من الخوارق يتوصل إليها بالخواص، أي القوة التي تؤثر في الأجسام، والسحر والشعوذة واستحضار الروحانيات. والجواب أن يقال إن هذه الأشياء تعارض بالمثل، فيعارض ساحر ساحرا بخلاف المعجزة. فهل استطاع أحد من المكذبين المعارضين للأنبياء في عصورهم وفيما بعد ذلك إلى يومنا هذا أن يأتي بمثل ما أتى به نبي الله صالح عليه السلام من إخراج الناقة وولدها من صخرة صماء حين اقترح قومه عليه ذلك؟ وهل استطاع أحد أن يدخل نارا عظيمة كالنار التي رمي فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث لم يستطيعوا من شدتها أن يرموه فيها إلا بواسطة المنجنيق، ولم تؤثر فيه فلم تحرق جسمه ولا ثوبه؟ وهل استطاع أحد منهم أن يفعل ما فعل سيدنا موسى عليه السلام من ضرب البحر بعصاه فانفلق 12 فرقا، كل فرق كالجبل العظيم، حتى مشى فيه مئات الألوف ومن هال عليهم حتى قطعوا المسافة التي أرادها موسى عليه السلام ثم عاد كما كان؟ وهل استطاع سحرة فرعون الذين جمعهم أن يقاوموا معجزة انقلاب عصا موسى حية حقيقية؟ بل غلبوا فعجزوا عن المقاومة ثم أذعنوا لموسى عليه السلام فآمنوا بالله ورسوله موسى عليه السلام موقنين كل الإيقان. وهل استطاع اليهود حين عارضوا المسيح عليه السلام وقابلوه بالتكذيب وبهتوه بقوله إن هذا إلا سحر مبين أن يأتوا بمثل معجزاته من إبراء الأعمى والأكمه وإحياء الميت بإذن الله؟ بل عجزوا وما استطاعوا أن يأتوا بمثل معجزاته بلا علاج ولا إجراء جراحة طبية. وهل يستطيع أحد من أئمة الإلحاد أن ينطق جذعا نصب عمودا في جملة أعمدة بناء بصوت مسموع لمن حضر كما ظهر لمحمد صلى الله عليه وسلم من هذا العمود الذي كان من جملة أعمدة مسجده الذي كان مسقوفا على أعمدة من خشب النخيل اليابس حتى سكت لما مسح عليه؟ فإن قال الملحد إن هذه الحوادث من قبيل الخرافات التي تروى من غير أساس، فالجواب أن يقال إن هذا من الخبر المتواتر الذي يفيد علما قطعيا وليس من الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب، وإنما هو كأخبار البلاد والأماكن النائية والملوك الماضية التي تناقلتها الكافة عن الكافة. فكما أن هؤلاء الملحدين يقطعون بصحة بعض أخبار أئمتهم كليلين وماركس وبعض حوادث من قبلهما كنابليون ولم يروهم ولم يشاهدوا تلك الحوادث، كذلك نقطع بصحة حوادث الأنبياء التي تناقلتها الكافة عن الكافة. فإن قال إن أخبار هؤلاء أقرب عهدا بخلاف الأنبياء فإن عهدهم بعيد، قلنا الخبر المتعلق بحصول الغريب الذي يلفت الأفكار والإعجاب كإخراج الناقة من صخرة صماء من شأنه أنه كلما تطاول الزمن يكثر تناقله، لأن الإنسان مجبول على حب التحدث بالأمر المعجب أو العجيب. فمثلا لما شاهد الجيش الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية وهم 1500 نبع الماء من بين أصابعه وقد كانوا فاقدين الماء،
فلا شك أن كل واحد من الجيش حريص على أن يخبر بما شاهد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.